رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم في قراءتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقرتنا اللي بنقول فيها طبعا ونستعرض فيها اهم اخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. في الجول، وزير الرياضه جاهزون لتنظيم بطوله افريقيا اذا اراد اتحاد الكوره. اليوم 700,000 جنيه مكافاه بطل كاس مصر للشباب. فجأة جبلية تطالب أجاري بتحديد ودياته. أجاري يطالب الجبلية بتوفير ملابس المنتخب. صدى البلد اليوم ندوة في اتحاد الكرة لتحليل أداء الحكام في المباريات. الشروق، اتحاد الكرة يطلب من الكاف مهلة استثنائية لتحديد المشاركين في بطولتي أفريقيا للأندية. مقر جديد للاتحاد الافريقي بالقاهره. البوابه نيوز، فيدرو يقترب من العوده لقياده الاسماعيلي. اليوم 7، عمرو طارق يوضح حقيقه مفاوضات الاهلي والزمالك بعد الانتقال لنيويورك كريدلز. يلا كوره، صلاح افضل لاعب افريقي في استفتاء البي بي سي لعام 2018. سوبر كوره، كلوب هدف صلاح لا أشاهد كثيرا. جول، رئيس بروسيا دورتموند لا يتمنى الشروق اليوم في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. ليون يتحدى شختار على بطاقة التأهل الأخيرة لدور الـ16. يورو سبورت العربية، العين يفتتح مونديال الأندية أمام ويلينغتون النيوزيلندي. سبورت 360، برشلونة يحدد موقفه من بيع راكيتيتش. بطولات سبورت، بيكي يستحوذ على ملكية نادي كاتالوني. كورة، هازارد يخبر كورتوا بوجهته المقبلة حال ترك تشيلسي.